مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة غدير، ومع شاب طموح، شاب اللي هو فنان صعيد، سعيد همام البركاني، اللي بطبيعة الحال يعني قصد قناة الشعب من أجل إبراز الموهبة ديالو في الغناء، خاصة يعني أن لديه كلمات مثيرة وكلمات اللي تستحق بطبيعة الحال أن يتم التغني بها في أغاني شعبية بطبيعة الحال. فغادي نخليكم مع هذه الموهبة، ونتمنى الدعم ديالكم، ونتمنى أيضا البارتاج ديالكم. سيرتو أقدم لكم أنا نفسي أوركسترا سعيد همام بركاني. أنا كنحاول أنني هي وزين من هنا ولا من ليه، إلا قبل عليا المهمة يعطيني النمرة نتعرف عليه، يا مشى وخلاني نبغيه المهمة ونحبه أنا ونموت عليه. مدينة ثقاف بنت المغرب، لي ما تعشق وما تدير حبيب، مرادة منك غير الجيب، ويلات سي زيت تقول لك باي باي يا الحبيب، كل يوم خارجة مع واحد هذا أستاذ هذا طبيب، وشكون اللي حاسبك بيها يا الباغيها وفراقها جاك صعيب. من دير التقايا انا بنت المغرب، اللي ما تعشق وما دير حبيب، مرادة منك غير الجيب، ويلات سي زيد تقول لك باي باي يا الحبيب، كل يوم خارجة مع واحد هذا واستاذ هذا طبيب، وشكون اللي حاسبك بيها يا الباغية وفراقها جاك صعيب. غير خلي اخويا قلبك يطيب، غير خلي اخويا قلبك يطيب. لبسه هاوري والحطة جاية عليك، اعطيني لادريس نخطبك يا نم والديك، نبيع الفير ما عمري نخسر عليك، نبيع الفير ما عمري نخسر عليك، نشري لك فيلا عمري على جيت البحر والطنوبيلة والخدامين وضي سوقها، سلعة الأراف الصرايات باتة والزين ابنة الحومة تبعوني فين ما مشيت. هي يا عيشة برادة يا ديك الحيحية، علاش مشيتي خليتيني وربتي ليا، يا فقادير شحال درتي وتساريتي بيا، عنوان داركم مهم ما وريتيش ليا، كنتي تقولي لي تبغيني والله تحلفي ليا، وانتي ما تبغيني كنتي تكذبي ليا، ما يهمنيش المال اللي عطيتك وديتي ليا، مرادي منك هو ترجعي ليا، سمحي لي على كلام العيب اللي صفت لك كبريا، ويلا كان ديفو مني لا تدي عليا. كنشكر خويا سعيد الهونات اللي مساندني وكيحاول انه وش ايه. انا اوكسترا سعيد همام بركاني، ولد مدينة ولاد تيماء. جيت هنا لأكادير باش انني نقلب على راسي، يعني كيفاش نشهر الموهبة ديالي. منين بدأت في الغناء خويا سعيد؟ انا الغناء بديتو من كانت في عمري 18 عام، كانت في عمري 18 عام خرجت الديسك اللي هو لبسه هو وري، تبعت الديسك اللي هو لبسه هو وري. تاني دوزت واحد لاغولاسيون ديال الحب، دوزت 3 سنين واحد السيدة كانت ناوي نتزوج بها، سميتها عايشة برادة، كانت ناوي نتزوج بها، دوزت معاها 3 سنين وكانت ناوي نتزوج بها، ربما بان لها شي واحد لاباس عليه ولا داك الشيء، زاد مشات معاه. هو هي علاش خرجتي ديك الأغنية؟ قول لي الكلمات ديال هذيك الأغنية. الكلمات ديال هذيك الأغنية اللي هو سميتو اللي هو داها مول دوكير، علمها دخول البار وعلمها الصغير، هي تشطح والدونسي والزرقاء والأوروف وفوق شعرها تطير، بغيتها من قلبي، بغيتها من قلبي ودفعت عليا كبير، لا سماح لك انكارات الخير. هذا الديسك تاني اللي خرجته، وتاني ما ظنيت يخورني وغدرني داك صحابي من الكونغو، دارها حبيبته ودارها بجنبه، خلوني باش غادي نفرقو. هذا الديسك ديال الديسك اللي خرجته تاني على داك صحابي من الكونغو، يعني واحد صحابي انه هو اللي كنت شاك فيها انه هو اللي خداها. المهم هذاك كنوجه تحياتي يعني
هاد الأغاني اللي كتخرج من خلال التجارب ديالك، اه عاود لنا يعني شنو اللي كيخليك ربما تكتب هاد الكلمات؟ هاد الكلمات يعني داكشي الواقع كتحدث، هاد الكلمات كتحدث على الواقع، هاد الكلمات كتحدث على الواقع، يعني شي حاجة اللي عشتها بحال هادي كيما كتبت على ديك الدارية ديال يا عايشة برا ديك حيح يا ديك الحيحية، يا عايشة برا ديك الحيحية مشيتي وخليتيني هربتي عليا، هذا تحدث على قصة واقعية، يعني قصة وقعت لي في مدينة أكادير، يعني تعرفت على شي وحدة؟ هي تعرفت على شي وحدة في مدينة أكادير، كنت كنجي من هوارة يعني حبيتها من قلبي، وداك الشيء كنت كنجي من هوارة من ولاد تيمة، كنجي تي الباطوار باش نتلاقى معها باش نخرج معها، يعني كنت انا محترمها، يعني العلاقة ديالنا كانت في سير احترام، يعني كانت احترام، كنت نتلاقى معها حيت ناوي نتزوج بها، وتسا هي ملي بتمشي ما قالت لي راه بتمشي، ما بدلت النمرة وزادت، ما يعني عرفتهاش فين زادت، يعني ما عرفتها من فين زادت حاليا، يعني وخرجت على خرجت على الديسك ديال سميتو الديسك ديال يا عايشة براضي ديك الحيحية، فهمت ديسك يا عايشة براضي ديك الحيحية، ودابا حاليا، دابا حاليا كاينة وحدة اللي هي ناوين قبل ما نذكر السميات. هي هي شنو، شي أغنية جديدة؟ الأغنية هذاك جديدة، هي جات هي جات، فهمت هي جات هي جات، الأنسة نجات، مرحبوا بها يا البنات، راه العظم مرشا والصحة مشات، هذه كلمات، هذه كلمات ديال الجديد ديالي، فهمت هي جات هي جات زينة البنات، مرحبوا بها يا البنات، راه العظم مرشا والصحة مشات، هذا يعني كنهضر على الواقع ديالي انا حاليا، هذه الواقع حاليا ديالي، يعني انت في علاقة اخرى؟ يعني هي علاقة، يعني علاقة ديال الزواج، واخا هي بعيدة مني وبعيد منها، ولكن موعدها انني غادي نتزوج بها، فهمت حفظ كلمات يعني غنيها علينا. ايه هي جات هي جات مرحبوا بيها يا البنات، هي جات هي جات مرحبوا بيها يا البنات، يا الكم يا قلبي نجات، الميمة راه العظم مرساه والصحة مشات، هي جات هي جات ومرحبوا بيها يا البنات، الأنسة نجت راه بفراقها العظم مرساه والصحة مشات، هذا هو الديسك ديال الجديد ديالي، هي جات شنو اللون الغنائي يعني كيغني سعيد بالضبط؟ اللون الغنائي هو الرقادة، يعني أنا متخصص في الرقادة، ولكن نقدر نغني الشعبي، نقدر نغني الراي، أنا حاليا كيعجبني الرقادة، ولكن نقدر نغني الشعبي على حسب الجمهور اش كيطلب، يعني علاش بالضبط متأثر يعني بهذا الرقادة؟ هذا الرقادة أنا كنت سنت المختل البركاني، اللي هو المختل البركاني دخل الرقادة الأوروبا، دخل الرقادة الأوروبا في 83، والرقادة هو صنع، هو حسن الحسيني صنعوها في، صنعوها في الثمانينات، صنعوا الرقادة في الثمانينات، ودخل المختل البركاني الأوروبا 83، بدا السي المختل البركاني يعني هو تشهر، دار ديو مع أيمن السرحاني، فهمت دار ديو مع أيمن السرحاني، ولا يعني السي المختل البركاني دخل عندنا حتى المغرب، دروك تسول هنا في المغرب شي واحد يقول لك أودي احنا المختل البركاني هو عارف أيمن السرحاني، يعني هو عارف المختل البركاني، فهمت يعني يعني قدوة ديالك. المختار البركاني قدوة ديالي، وعنده اسميتو حتى الموسيقى اللي عنده، الموسيقى باش يخدم يعني بحال المغاربلة، يعني الموسيقى باش شي هو موسيقى، اللي كتب لك الكلمات. الكلمات انا اللي كنكتبها، الكلمات انا اللي كنكتبها، كاين كلمات اللي هما وزين من هنا ولا من لهيه، الا قبل عليا المهم نعطيني نمرة نتعرف عليه، فهمت كان هاد الديسك كان تاني، يعني كنحاول انني نخرج الاغنية زين نسمع، كاين تاني واحد الأغنية زوينة زين النسمة، والصواب والأدب الميمة والحشمة، أنتي قمرة ونجمة في الأرض ما نحتاج نهز عيني ونشوفها في السماء، يعني كنشوف كلمات موزونة. كلمات موزونة وكتحدث إنما على الواقع، فهمت هذاك يعني كيتحدث على الواقع، يعني الواقع اللي كيعيش سعيد. على الواقع اللي كان يعيش سعيد، وانا كنوجه تحياتي لسميتو السعيد هاونات، كنوجه تحياتي لخويا حسن الونيسي اللي هو بالفضل ديالو كيكرمنا الحمد لله، وديما واقف معنا، الله يجازيه بخير حسن الونيسي، الله يجازيه بخير، وكنشكر خويا فؤاد، شنو الصعوبات ربما ديالك؟ الصعوبات اللي لاقي سعيد في انا المجتمع؟ الصعوبة حاليا انني مازال ما لقيت شي، مازال ما لقيت شي واحد يدعمني، يعني مولني التمويل، يعني شي ما لقيتش. باغي شي، لقى شي استديو
شي واحد يعني شي واحد يستغل هذه الفرصة باش أنني نتشهر أنايا ومنه هو حتى هو يسميتو حتى هو. كاين عندك كلمات، عندك شحال ديال الديسك تقريبا كتبتي؟ كاين الديسك تاني ديال هذاك ثقة قلبي فيق، ما بقى بي من تيق، البنت اللي نبغيها لقاها خارجة الطريق، كل يوم خارجة مع هذاك ثقة قلبي فيق، ما بقى بي من تيق، البنت اللي نبغيها لقاها خارجة الطريق، يعني عايشتني في الحب والوهم، تسحبني في الدنيا ما قاري ما فاهم، فهمت؟ هذا الديسك ديال ثقة قلبي فيق خرجته على نفس السيدة، فهمت؟ يعني ملي كنجي كنبغي شي وحدة يعني كنلقاها هي أصلا خارجة الطريق، يعني انا كنبغي المعقول، هي يعني باغيات فلا ما باغياش تلتزم، كانك يعني في حاليا في المغرب مازال ما لقينا ديك البنت اللي بنعيش معاها الحب والرومانسيه، فهمت؟ يعني ديك البنت اللي بتمشي معاها بالمعقول والحب والرومانسيه، يعني انا كنت باغي واحد البنت اللي هي واحد البنت اللي تعيش معاك الحب والرومانسيه، يعني ما من الناحيه الماديه ولا شي حاجه، ولا يعني تهلا فيها كل شيء تهلا فيها، ومازال ما لقينا في ديك المغرب ديك الحالة حاليا مازال ما كايناش، يعني سعيد كيقل وما نقص. هي البنت دروك كاينه شي بنت كتشوف لك على الماديات، كاينه كتشوف لك غير الفلوس، تشوف لك البنت غير الفلوس، حنا خصك الفلوس ماشي الفلوس هما ضروريين، اول حاجة خص البنت انها تبغي السيد من قلبها الخالص، فهمت؟ ربما حبك وسعيد. هي هذاك كان يعني دوزت واحد الصعوبات، دوزت واحد الصعوبات في الحب، دوزت واحد الصعوبات يعني واحد المعاناة ديال تقريبا 12 عام، انا 12 عام وانا كنتسنى هذيك السيده اللي سميتها عائشه بالرضا، هي 12 عام وانا كنتسناها وكنقول بين نتلاقى معها، ويعني ودوزت واحد يعني دوزت واحد معاناه، يعني دوزت واحد معاناه، تصور مع العيد الكبير الناس فرحانه وداك الشيء، وانا جالس في البيت وحدي، كيقول لك اودي اجي جلس معنا في العيد الكبير، وانا كاين في واحد الحاله نفسيه، دوزت يعني واحد الحاله نفسيه يعني كئيبه، واحد الحاله نفسيه هي يعني هاد السيدة، هادي هاد السيدة دارت واحد المعصية كبيرة، فهمتني؟ يعني دارت واحد المعصية كبيرة انها خلات واحد السيد ارتبط بها، فهمتني؟ لمدة ديال 3 سنين كارتبط بها، وهي مواعداه بالزواج وحالفه ليه بالله، فهمتني؟ يعني هي كاع داكشي جمعته في واحد سميتو، هي كانت دايرة الدروة هنا في لافاك، عندها الحقوق سميتها عايشة برادة، وقالت لك با سميتو، ايه هذاك الشيء اللي قلت لك. سميتو و ملي تلاقيت معاه هنا تاني واحد النهار باطي الحال، فاش قلت ليها قلت ليها علاش فين دزتي علاش ما فهمتني، لما حيت كانت معايا انا كتلبس الجلابه، كتلبس يعني فهمت، كانت كتلبس الجلابه اللي هي سميتو، هي عرفت الجلابه قلت كانت كتلبس، ومن بعد ولات ملي تلاقيت معاه في جيت السلام وداك الشيء لقيتها كتلبس العصري، فهمتني؟ هي يعني باينة حاجة سميتو، المشكلة ديالها لأنها هي ربما كانت تقلب على شي واحد عنده الفلوس، ولا أنا يعني إنسان عادي، فهمني؟ إنسان دبر على راسو واكل شارب الحمد لله بخير. الطموح ديالك في المجال الفني؟ أنا الطموح ديالي في المجال الفني هو أنني خصني الناس يعرفوا هاد الموهبة ديالي كاملين، الناس يعرفوا هاد الموهبة ديالي كاملين، ويعرفوا هاد الموهبة ديالي ديال الفن. بغيت شي شركة دير معايا شي عقد ولا شي، يعني باش انني نتشهر وداك الشيء، يعني يعودوا شي واحد عنده الاستديو نسجل الاغاني ديالي، وانا مع شي واحد، اي واحد عنده شي عرس ولا مناسبة وداك الشيء ولا شي افراح انا معاه، عندك مجموعة موسيقية ديالك؟ المجموعة كاين واحد سميتو عندي نمرت هنايا، واحد المجموعة كنت تلاقيت معاه في ذاك العرس اللي قلت لك غنيت فيه، ديك قولوا لديك بنيه ديك الشمعه غرت فيها راني من عند الله انا نبغيها، كون نهار تمشي عند الفقيه في السحوري وريها نطلبوا من الله يسمح ليها، الديسك هذه خرجته على نفس السيده، فهمت؟ قولوا لديك البنيه ديك الشمعه غرت فيها كلها اليوم تمشي عند الفقيه في السحوري وريها نطلبوا من الله يسمح ليها، قولوا لديك بنية ديك الشمعة غير طفيها راني من عند الله انا نبغيها، كونها تمشي عند الفقيه في السحوري وريها نطلبوا من الله يسمح ليها. الديسك كنت خرجته وضحكوني شي دراري لما في سميتو، قلت انا طلبوا الله يسمح ليها، قالوا لي هذوك الدراري لا يسمح ليها كاع، فهمتني؟ يعني كان ديسك على حسابات هاد السيدة، على ما دوني دوز مع 3 سنين ربما هي عندها تصاور ديولي، فهمت؟
خدر ربما تقول تقدر درت شي حاجة، لأن هما العيالات في خصاص يديروا شي حاجة، فهمني، يديروا يقدروا يسحروا عليك وينساو، فهمني، ينساو بأنهم نهار يبغوك فاش تكون معاهم يسحروا عليك، ولكن نهار يبغوا يمشوا ما فهمني ما يفكروش يفكوا هذا الشيء. اي ما يفكروش يفسخوا هذا السحر هذا. يعني دوزت معاناة، وكنشكر الناس اللي مدعميني. بالنسبة ديال الدراري دو دوار كلشي معترفين فيا كفنان سعيد همام بركاني، الدراري دو دوار، مع احتراماتي كاع، احتراماتي للدراري دو دوار اللي هو السيد. شنو دابا شنو كتمنى تاع كرسالة أخيرة باش نختمو؟ انا كنتمنى شي واحد يعاونني باش هاد الموهبة ديالي تشهر، يعني يولي مشهور، يعني نولي مشهور بحالي بحال كاع الفنانة، حيت انا انت بروسك عندك صوت يعني احسن من الفنانة اللي كاينين دابا في الساحة؟ انا اللي بحال بنتاج الصوات موجودين، يعني بالنسبة للصوت شحال من واحد عنده صوت زوين، كاين صوت، فهمت الكلمات، يا سلام، يا صوت يا سلام، ولكن فين كان باش كنتميز انا على الفنانة بالكلمات. انت فهمتني، الكلمات كتوزن على ديالي، كتنطبق على المختل البركاني، حيت المختل البركاني اللي هو قال في ديك سميتو في هذاك، فكما قلت لك انا خرجت على حسب الاغنيه، داك الدوار شداني ليه، تزعط في الزين اللي فيه، مشاو خلاني نبغيه، نضل نبات نفكر فيه، الديسك ديال داك الدوار شداني، تزعط في الزين اللي فيه، يعني كنت انا هوت الدوار ديالنا، هوت الدوار ديالنا، وواحد هذاك عارف كاين الزين الدريات، كاين فهمي، هو تسميتو عجبتني واحد الدريه وسميتو، وبان يعني ان من ديك الساعات نحاول، انني شفت شي حاجه كنحاول نخرج عليها الاغنيه، فهمت، كان الفنان باش كتعرفو كيشوف مثلا شي حاجه كيحاول يخرج عليها الاغنيه، هذا هو الفنان. وانا كنضرب بالكلمات اللي هو كيضرب بهم، مثلا المختل البركاني كلمات اللي هما كلمات مزونين، القافية كما كيقولوها، القافية بحال المختار البركاني قال أتمنى تقلبي كل يوم مال العريضة، راني باغي نهجم وخايف من الخوت، عنقيني وخليني نموت، وكان يشدك يا حبيبي كويني، يا حبيبي الخارج عليا، ساعة ساعة رقب عليا، يعني هذه الكلمات هذه عن المختار البركاني كيتميز بها، وحتى الموسيقى اللي كيدير في داخل الموسيقى كيدير المختار البركاني، يعني موسيقى يا سلام، بحال هذاك لورك، خصو لما لورك يكون موزون، الموسيقى خصها تكون موزونة، الراي شوية كيجي بحال لا لانستريمو طايح، فهمتني، ولكن بالنسبة للرقادة كيكون لانستريمو طالع، فهمتني، إلا كنت كبرت سنة المختال البريكاني وغادي كلمة أخيرة. الكلمة أخيرة. كنشكرك أخويا سميتو، كنشكرك، وكان نشكر قناة شوف تي في، كنشكر قناة شوف تي في على الاستضافة، كان وجه تحياتي للسي حسن الونيسي اللي وقف معانا، وكان وجه تحياتي لنسيبو فؤاد، والسي حسن وقف معانا، هذا كما قلت لي نقولوا له، هذاك سميتو سي حسن راجل زين يدير الخير ويكرم المسكين، سي حسن راجل زين يدير الخير ويكرم المسكين، مهلي في الصلاة والدين، دار فيا الخير، الله يرحم ليه ربي الوالدين، يعني سي حسن كنشكره من هذا المنبر، سي حسن ونيسي.